السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من الدخيل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم. صاروخ فيتامين د بقوة 200 ألف وحدة دولية. حلو قوي الصاروخ دي بصراحة يا جماعة. أنا متأثر بالثقافة العسكرية كما أني متأثر بالأفلام اللي فيها لغة عربية، زي مثلا فيلم الشيماء أو فيلم عنتر بن شداد. مهما اتفرجت على الأفلام دي ما بشبعش منها. فيلم بتاع شيماء أما جابوا الراجل الأقرع ده وقالوا له تعالى هنا، من يتم أطفالكم خزاعة، من سبى نساءكم خزاعة، من سرب عيالكم خزاعة، إذن فلتدق طبول الحرب. عدس بصارة عدس. سيبنا من المواضيع دي، نرجع لصاروخ فيتامين د بقوة 200 ألف وحدة دولية. في ناس كتير بتسأل على دواء الاستيروجيل. دواء استيروجيل قوته 600 ألف وحدة دولية، غالي جدا وغير متوفر. أنا ممكن أحل الموضوع ده حل سهل جدا، إن أنا أجيب الديفارول أمبول، ديفارول إس أمبول قوته 200 ألف وحدة دولية، أهو 200 ألف وحدة دولية، كوليكالسيفيرول أو فيتامين دي 3 فيتامين دي 3، أجيب 3 أمبولات كده معايا استيروجيل، لأن استيروجيل بكام؟ 600 ألف وحدة دولية. دي بقى ب 11 جنيه، التلاتة ب 33 جنيه، ولأن أشتري استيروجيل بأسعار ومهرب، يعني الاستيروجيل مهرب، أنا مش ضامن هو مصدره إيه؟ تخزينه إيه؟ جه إزاي؟ هل مضروب ولا لأ؟ لكن ده منتج مصري موثق بوزارة الصحة، سعره 11 جنيه، قوته 200 ألف وحدة دولية، كوليكالسيفيرول أو فيتامين دي 3. هم لكل أنشطة الجسم. فيتامين د لازم يكون تركيزه من 20 ل50 نانو جرام على الملي لتر المكعب. حل الفيتامين د لو أقل من كده لازم تاخده. فيتامين د لو خدته بانتظام وحضرتك مريض سكر، السكر هيتظبط. لو حضرتك مريض حساسية صدر وخدت فيتامين د باستمرار، سواء حسيت صدر او رب، هتقل الاعراض. فيتامين د بيزود المناعه. فيتامين د لو نقص عندك يحصل لك اكتئاب. فيتامين د هام وضروري. فيتامين د مستقبلاته موجوده على كل خليه في خلايا جسمك. فيتامين د بيعتبر هرمون. فيتامين د بيصنع منه هرمونات عديده في الجسم. فيتامين د علشان ضروري، واحنا اتفقنا اللي ضروري للانسان وهام ربنا بيجعله مجاني، زي الهواء، زي الميه، زي فيتامين د، زي العرق، كل دي حاجات مجانيه، زي الرياضه. ارجعوا للفيديو بتاع 5 ريختر، زلزال 5 ريختر، في المعلومات دي. فده صاروخ فيتامين د بقوه 200 ألف وحده دوليه، وده شكل الامبول بتاعه اهو. يحقن عضليا، وقد يعطى من شهر لست شهور حسب ارشاد ومتابعه الساده الاطباء. دمتم بصحه وعافيه، ولا احتجتوا اي طبيب ولا اي صيدليه ولا اي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاه كثيرا على سيدنا محمد خاتم الانبياء والرسل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.